السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أحبتي؟ أتمنى أن يكون الجميع بألف خير. طلاب وطالبات الصف الأول الأساسي شعبة ب من مدرسة أطفال الرمث النموذجية، اليوم درسنا من كتاب لغتنا العربية. سوف نتعرف اليوم على حرف جديد، ولكن في البداية أريد أن نراجع حروفنا في لغتنا العربية. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا. آم الطويل، أوم الطويل، إيم الطويل، إب، إت، إث، إج، إح، إخ، إد، إذ، إر، إز، إس، إش، إص، إط، إط، إذ، إع، إغ، إث، إق، إك، إل، إم، إن، إه. ها هي حروفنا في لغتنا العربية. من يقول لي يا أول حركات المد الأول حركات المد القصير؟ فتحة فوق الحرف صوتها أه، ضمة فوق الحرف صوتها أو، كسرة تحت الحرف وصوتها إيه. أحسنتم. من يذكر لي الحروف الرفاسة؟ آ، أو، إد، إذ، إر، إز. أحسنتم، رائعين. تنوين الفتح يأتي فوق الحرف صوته أن، تنوين الضم يأتي فوق الحرف صوته أن، تنوين الكسر يأتي تحت الحرف وصوته إن. أحسنتم، رائعين. وتكلمنا أيضاً أن بعض حروف لغتنا العربية له شكل واحد والآخر له شكلان، وبعض الحروف أيضاً لها ثلاثة أشكال. وتكلمنا أيضاً أن حروفنا في لغتنا العربية يوجد لها اسم وصوت. مثال: اسمي حرف الحاء صوتي إح، اسمي حرف الشين صوتي إش. في البداية يا أحبتي وضعت لكم بعض الكلمات نريد أن نقرأها سويا. هيا بنا. انظروا إلى السبورة. الكلمة الأولى: أرنب، أرنب، أرنب. أذن، أذن، أو، أو، أذن. إبريق، إبريق، إبريق. ماء، ماء. ما الحرف الذي تكرر معي يا أحبتي؟ الهمزة. أحسنتم، رائعين. حرف الهمزة، انظروا هنا، حرف الهمزة أتى في أول الكلمة، أه، 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 في أول الكلمة هنا، أو، وهنا في أول الكلمة، إي، إي. ماء أتى في آخر الكلمة، إ، أن، أن، أن. اليوم حرفنا الجديد وهو حرف الهمزة، تجريد حرف الهمزة.
وهذا شكل الهمزة. من يقول لي حرف الهمزة من الحروف القمرية أم الشمسية؟ القمرية. أحسنتم، هنا اللام قمرية، أتى عليها سكون والحرف الذي يليها متحرك، فهنا الهمزة حرف قمري. أحسنتم، اليوم درسنا تجريد حرف الهمزة، تجريد حرف الهمزة. اسمه حرف الهمزة صوته إ، صوته إ، صوته إ. انظروا هنا، أرنب، أرنب، أتى في أول الكلمة على هذا الشكل، حرف الهمزة. أه 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 أه، ما حركته؟ فتحة. أه أه، أرنب. هنا الآن يا أحبتي سوف نتعرف على طريقة كتابة حرف الهمزة. على السطر نكتب أولا وفوقه الهمزة، هنا إذا كان حركته فتحة، وهنا إذا كان حركته ضمة، أو، وإذا كان حركته كسرة يكتب تحت السطر، إيه إيه، يكتب تحت السطر. وإذا أتى في آخر الكلمة مثل كلمة ماء يكتب في هذا الشكل. الهمزة تأتي فوق الحرف، صوته هنا أو 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 أو، هنا إبريق، إيه. كسرة، أه مع الفتحة، أو مع الضمة، إيه مع الكسرة في آخر الكلمة، هكذا شكله. إيه إيه، ما حركته هنا؟ ضمة، تنوين الضم، عفوا، تنوين الضم. ماء، ماء، ماء. أه أه، أرنب. أو أو، أذن. إي إي، إبريق. أن أن، ماء. أحسنتم رائعين، اليوم حرفنا اسمه حرف الهمزة، صوته إ، صوته إ، وهو من الحروف القمرية. والآن يا أحبتي سوف نتعرف على صوت حرف الهمزة مع الفتحة والضم والكسرة وتنوين الفتح والضم والكسر. أه أه، أو أو، إي إي، أن أن، إن، أو، أي أي. أه أو، إي، أن، أون، إن،
وبعدها يا أعزائي، بعدما تعرفنا على حرف اليوم حرف الهمزة وصوته إ، نقوم بفتح كتاب لغتنا العربية صفحة 49. هنا أولا، ما هذا يا أول؟ ما اسمه؟ أرنب. أحسنتم، أرنب. أين أتى حرف الهمزة؟ في أول الكلمة. رائعين، ما حركته؟ حركة الفتح. أه أه أه، أحسنتم. وتكلمنا أيضا أن حرف الهمزة من الحروف القمرية. هنا أكون 10 كلمات على حرف الهمزة في أول الكلمة، وخمس كلمات على حرف الهمزة في آخر الكلمة. أ أو إي إ إ. أردد الكلمات منتبها إلى صوت الحرف. أحمد، أحمد. أين حرف الهمزة أتى؟ في أول الكلمة. ما حركته؟ أه أه أه، فتحة. أسامة. أه 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 أه. إيناس. إيه إيه إيه. شتاء. أن 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 أن، في آخر الكلمة. أضع دائرة حول حرف الهمزة. هنا حرف الهمزة أين؟ موقعه يكون في آخر الكلمة. وهنا وهنا وهنا، أضع دائرة على حرف الهمزة. هنا أضع دائرة حول الكلمات التي تحوي حرف الهمزة. أقبل، أقبل. أين أتى حرف الهمزة؟ في أول الكلمة. أنس، أنس. سماء، ربيع. هل يوجد فيها حرف الهمزة؟ لا. أميمة. أميمة. إيمان. وهنا أحلل الكلمات إلى مقاطع. أسرة، هناء، أسماء. أركب من المقاطع كلمات. ماء، أرنب. إكرام. لوزا. أقبل علاء مسرعا. أحلل الكلمات هنا. أكتب. هنا في كلمة أكتب، أين أتى حرف الهمزة يا أول؟ في أول الكلمة. ما حركته؟ أه أه، أحسنتم. هنا طريقة كتابة حرف الهمزة. أولا أتبع الأسهم، وثم هنا خط منحني، وهنا أقف، وبعدها أنزل بخط مستقيم، وهنا تحت السطر، وهنا في آخر الكلمة. أحسنتم. أملأ الفراغ بالشكل المناسب. أ أو إي إ. أيمن. أخ. إسعاف. ماء. وهنا أكتب بخط جميل. أ أو إي إ. أسماء. أقبل. إيناس. هناء. أكلت. والآن يا أول، سوف نقرأ حرف الهمزة مع الحركات بعد
ما تعرفنا عليه مع حركات المد القصير والتناوين، سوف نكررهم. تجريد حرف الهمزة، هذه أشكاله التي أخذناها: أ أو إي إي أ أو إي أن أون إن الأ الأو الإي. وهنا يا أول أصبح لدي جميع أشكال الهمزة التي سوف نتطرق إليها في صفنا الحالي، وبعضها سوف نتطرق إليها في الصف الثاني الأساسي: أ أو إي إي أ أو إي إي. هنا تأخذ حركة الهمزة، بس أول بدي تكتبوها بالتجريد فقط، سوف نتطرق إليها في الصف الثاني الأساسي. هنا أتت على حرف الواو، وهنا أتت على نبرة على كرسي. هنا تأخذ حركة تنوين الفتح، هذول أخذناهن على حرف الواو وعلى كرسي، سوف نتطرق إليها في الصفوف الآتية: أن أون إن الأ الأو الإي.